عملية التصويت بانتخابات مجلس النواب لإتاحة الفرصة لتصويت المصريين في الخارج في المرحلة الأولى للانتخابات، واللي هتتم على مدار 3 أيام اعتبارا من النهاردة حتى يوم الجمعة المقبل. التصويت بدأ في تمام الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي لكل دولة. تم على مدار يوم استقبال بطاقات الاقتراع عبر البريد السريع، وده كان بناء على طلب الهيئة الوطنية للانتخابات. قامت بعثتنا الدبلوماسية في الخارج بالتنسيق مع مؤسسات البريد الحكومية بكل دولة عشان تسهل وصول أوراق الاقتراع واستمرار تلقي كافة الخطابات عبر البريد، وده لغاية يوم الجمعة. لمزيد برضو من التفاصيل في هذا الموضوع بينضم لنا عبر الهاتف السفير عمر سليم، سفير مصر في إسبانيا. سعادة السفير، في البداية برحب بحضرتك. أهلا بك يا فندم. يعني سعادة السفير، لو تضعنا أكثر في أجواء الانتخابات في إسبانيا. والله حقيقة احنا بدأنا عملية الانتخاب أكثر من شهر، إن احنا بنعد للانتخابات من خلال نشر التوعية بالمواعيد وأسلوب التصويت في الانتخابات، إزاي المواطنين يتعرفوا على الموقع الهيئة الوطنية للانتخابات العليا. فكل ده بدأناه من فترة طويلة، وبدأ المواطنين المصريين في إسبانيا في التسجيل خلال الفترة المحددة، كانت آخر أسبوع تقريبا في سبتمبر. وبعد ذلك، بعد التسجيل وحصولهم على الكود الخاص بكل مواطن، بدأ عملية إنزال استمارات الانتخاب عشان يقدروا يحطوا انتخابهم عليها. وبعد كده بدأنا في تلقي المظاريف خلال الفترة الحالية منذ يومين. طيب سعادة السفير، لو توضح لنا الأدوار بشكل أكتر، يعني بتفاصيل أكتر، الدور اللي على الناخب، الدور اللي على السفارة أو القنصلية، أيضا الجاليات الموجودة في إسبانيا، قادة الجاليات الموجودين في إسبانيا. بالطبع طبعا كان كل دول كلنا كنا لينا دور يعني مشترك من خلال صفحة السفارة ومن خلال القنصلية المصرية التابعة للسفارة في مدريد، ان احنا كنا بنتواصل مع قيادات الجاليه، مع رؤوسها، مع المواطنين المتواجدين في المناطق اللي هي خارج مدريد وفي مدريد، علشان ينشروا باكبر قدر ممكن في المواطنين المصريين. طبعا كان في استفسارات كانت بترد لنا من خلال التليفون او على البريد الالكتروني، كنا بنشرح لهم بعض الاجراءات، لان كان في البعض كان بيحصل له لبس او عدم يعني مش عارف الاجراءات بدقه. فدي كلها كنا بنقوم بها بالتنسيق ما بين القنصليه في مدريد والسفاره مع قيادات الجاليه ورموزها في كل طيب سعادة السفير، احنا هنا بنتكلم عن المصريين اللي سجلوا بياناتهم خلال الفتره من 27 سبتمبر حتى 15 اكتوبر، ووردت اسمائهم في قاعده البيانات ضمن دوائر المرحله الاولى، ولا اي مصري من حقه ان هو يقوم بالتصويت؟ جميع المصريين المقيمين في اسبانيا ليهم حق التصويت. المهم ان هو يكون سجل نفسه في الدائره الانتخابيه اللي في الخارج. بالنسبه للمصريين في الخارج، البطاقه اللي بترد له من خلال مع الكود اللي بيوصل له من اللجنه العليا، ده بيحدد له الدائره الانتخابيه اللي هو بينتخب فيها في مصر. ففي مجموعه هتبتدي تنتخب اليومين دول، وفي مجموعه بعد كمان يومين اللي هي دوائر اخرى. ما كلهم ينتخبوا من خلال دايرة المصريين في الخارج. طيب التصويت بالبريد السريع سعادة السفير، يعني وفر على حضراتكم مجهود، وفر على المصريين، يعني بسبب التصويت عبر البريد المستعجل أو المستعجل، ده سهل العملية في إقبال بشكل أكبر؟ طبعا لأن طبعا حقيقة زي ما حضرتك عارفة الظروف جائحة الكورونا، الانتقالات صعبة، وفي بعض يعني الإجراءات اللي هي احترازية، فبالتالي التصويت بالبريد كان بيسر العمليه الانتخابيه بالنسبه لكل المصريين، خصوصا من هم مقيمين في المناطق البعيده خارج العاصمه مدريد. نعم. طبعا تم التنسيق برضو احنا بالنسبه لنا مع هيئه البريد الوطنيه هنا في مدريد، باعتبار ان احنا بنقول لهم ان احنا هيبقى في عمليه تصويت، وان في مظاريف هتيجي للسفاره المصريه، فنرجو الاهتمام انها تصل في المواعيد المحدده. ونامل يعني انها تتم بيسر ونجاح، والحمد لله بالفعل بدانا نتلقى عدد من المظاريف، حتى كثير من المظاريف بدات ترد الى السفاره، و يعني بنحطها كلها في صناديق الاقتراع المخصصه لذلك. ان شاء الله يا فندم، ان شاء الله. سعاده السفير عمر سليم، سفير مصر في اسبانيا، انا بشكر حضرتك جزيل الشكر
على كل هذه الإيضاحات.